بسم الله الرحمن الرحيم. حصة اليوم كثير خفيفة، قطعة سهلة جدا وقصيرة جدا. اسم القطعة Tips on how to revise for exams. Tips هي بمعنى advice, pieces of advice, نصائح. Tips كلمة informal، نصائح. On how to revise for exams، كيف تراجع للامتحانات. إذن هيك القطعة عبارة عن إعطاء نصائح. القطعة زي ما أنتم شايفين هي عبارة عن سؤال وجواب، سؤال وجواب. يعني هاي الجمل المكتوبة ببول تايب بالخط الغامق هي عبارة عن أسئلة سألها طالب، والإجابة اللي تحتيه هي إجابة خبير تربوي. يعني طالب يسأل وخبير تربوي يجيب. الطالب اللي بيسأل كأنه مش كان يدرس طول السنة، يعني متأخر له شوية، فبدو يسأل كيف يعمل عملية المراجعة، وهل الوقت تأخر عليه وراحت عليه. فما هي أسئلة هذا الطالب وما هي إجابة الخبير؟ نقرأ السؤال الأول مع بعضنا البعض. الطالب يسأل Do you know if it's too late to start revising now? Do you know؟ هذا السؤال بسموه indirect. هل تعرف if it's too late؟ خلاص الوقت تأخر، راحت علي، مش راح أقدر أدرس، رسبت. Do you know if it's too late to start revising now؟ وبالتالي الطالب اللي سأل هاي السؤال بده يشوف شو إجابة الخبير. إذن الطالب سأل هل تعرف إنه إذا الوقت تأخر علي وبالتالي يعني بقدرش أراجع للامتحانات الآن، خلاص الوقت تأخر، ما هي إجابة التربوي؟ شو حكاله؟ No, it's never too late to start revising. إذن الإجابة yes ولا no، تأخر الوقت أم لم يتأخر؟ No, it's never too late. الوقت أبدا مش بتأخر، بس بشرط to start revising، بلش من الآن، الوقت غير متأخر. وأعطاه نصيحة بالخطوة الأولى اللي لازم يعملها. فشو بيحكي الخبير التربوي؟ The first thing I would do، أول إشي أنا بعمله للمراجعة. The first thing يعني the first step، الخطوة الأولى. I would do بعملها is to draw up a revision timetable. إني شو أعمل؟ أعمل برنامج المراجعة. مرت علينا هاي draw up a timetable اللي هو write a schedule أو schedule. إذن السؤال هل الوقت تأخر وراحت علي الدراسة؟ الخبير لا، لم يتأخر الوقت، بس بشرط، في شرط إنه أول خطوة الآن تعملها إنه draw up a revision timetable، اعمل خطتك في المراجعة. كان هذا السؤال وهذا الجواب. إذن هاي الفقرة لما نعمل عليها أسئلة ونجاوب أسئلة ضع دائرة في المدرسة، ما في غير سؤال واحد، ما هي الخطوة الأولى في عملية المراجعة؟ إنك تعمل draw up a time table والوقت لم يتأخر. طيب نشوف الآن السؤال الثاني. السؤال الثاني شو بيسأل الطالب؟ Do you mind telling me؟ حلوة بداية السؤال هيك، هذا سؤال بسموه indirect، يعني وظيفة هاي السؤال إنه منسأل بشكل رسمي ولا غير رسمي. Do you mind telling me؟ أسئلة رسمية كثيرة. هل تمانع إخباري؟ Do you mind telling me؟ هل تمانع إخباري؟ How I should draw up a timetable؟ طب كيف أعمل برنامج المراجعة؟ إذن هون كان سؤاله الأول إنه الوقت تأخر ولا لا، حكى له لا بس اعمل timetable. لأن الطالب شو بيسأل؟ طب هل تمانع انك تحكي لي طب كيف اعمل برنامج المراجعه؟ اشوفك شو بيحكوا التربويين، يعني طريقه بتختلف عن طريقتكم. كيف يعمل التايم تيبل؟ شو حكى له؟ Look at all the subjects you have to do. الان انت لازم تلقي نظره على المواضيع اللي انت بتدرسها. You have to do يعني you have to study، هون do بمعنى study، do a subject متذكرين. شوف الان انت عدد المواد اللي بتدرسها. And work out when you are going to work on each one. و work out find متى بدك إيش
يعني تبلش في دراسة كل موضوع من هاي المواضيع. المهم، كيف نعمل التايم تيبل؟ شوف الجواب: It is a good idea. إنها لفكرة جيدة، يعني بنصحك تعمل ما يلي لما تراجع: To change the order of the subjects in your timetable for each day. إذا شو النصيحة؟ حكاله: غير ترتيب المواد في برنامجك المراجعة كل يوم، وبالتالي تغيير ترتيب المواد. كيف يعني بده يغير ترتيب المواد؟ كل يوم، يعني إذا درس 3 مواد، ثاني يوم بدرسهم نفسهم بس بغير ترتيبهم، واليوم الثالث بدرسهم نفسهم وبغير ترتيبهم. إذا كيف يعمل برنامج المراجعة؟ Change the order of the subjects، غير ترتيب المواد اللي بتدرسها كل يوم. طب كيف؟ شو مثال عليها؟ هاي المثال: Try doing a little English. Try doing هون معناها studying، متذكرين؟ Doing English يعني studying English. فشو بحكي له؟ كيف تغير ترتيب المواد؟ إنه جرب تدرس شوية إنجليزي في هاي اليوم، followed by some maths، بعدها إيش؟ شوية رياضيات، then biology، بعدها أحياء. إذا إنجليزي، رياضيات، أحياء، and so on، وهكذا. يعني بضلك maths، English maths، biology، بعدها بتغير ترتيبهم، بعدها بتغير ترتيبهم كل يوم لما تخلصهم. This way، بهاي الطريقة، قصده أي طريقة اللي هي تغيير ترتيب المواد، شو فائدتها؟ ليش التربويين بينصحوا بهاي الطريقة مع أنه إحنا ما بندرس فيها؟ شو فائدة تغيير ترتيب المواد كل يوم؟ By changing the focus of your revision، عندما تغير تركيز مراجعتك، يعني عندما تغير ترتيب المواد اللي ذكرها بالسطر الثاني، شو فوائدها؟ You keep your mind fresh. You keep your mind، كيف بيكون المخ عندك؟ fresh، منتعش. وبالتالي لما تقرأ إنجليزي بعدها غيرت المود، أجت رياضيات، غيرت المود، أجت بيولوجي، معناته المايند عندك شو بيكون؟ فريش. هاي فائدة ترتيب المواد. إذا هون السؤال، الطالب بيسأل كيف أعمل برنامج المراجعة؟ شو حكى له؟ غير ترتيب المواد. وآخر سطر، طب شو فوائد تغيير ترتيب المواد في المراجعة كل يوم؟ إنه you keep your mind fresh، المخ عندك بيضلوا إيش؟ فريش، لن تشعر بالملل، والدماغ ولا المخ بيضلوا إيش؟ في حالة انتعاش، وبالتالي يتقبل المعلومة. ولعبنا قرينا على هاي الطريقة احنا. طيب، هذا هو السؤال الثاني. نشوف الآن السؤال الثالث. شو الطالب سأل؟ السؤال الثالث حكاله: Do you know whether it's best to get up early؟ بتعرف إنه if whether هون بمعنى if، if it's best، إنه إذا كان من الأفضل to get up early، أصحى بكير أدرس، يعني الدراسة بكير، or to revise late at night، أو إني أبلش في المراجعة في وقت متأخر بالليل، مين الأفضل؟ getting up early يعني studying early in the morning، إني أدرس بكير، ولا أدرس والناس نيام والجو سكون والدنيا هادي والبيت هادي وأبلش في دراستي late at night؟ فمين أحسن؟ يعني early in the morning ولا late at night؟ تخير بينهم، ماذا سيقول الخبير؟ شوفوا محلى جوابه: The earlier you start in the morning the more beneficial your revision will be. The earlier you start، كلما بدأت في المراجعة في الصباح أبكر فأبكر، كل ما تبكر كل ما مراجعتك بتكون مفيدة إلك، beneficial أكثر وأكثر، beneficial من benefit. إذا هون الخبير يوصي بدراسة early in the morning ولا late at night؟ لا، early in the morning. The earlier you start in the morning the more beneficial your revision will be. بكر وبالتالي المراجعة بتكون أفضل. طب why؟ هون حكى جملة إنه studying early in the morning is more beneficial than studying late at night، يعني هيك فهمنا. الآن الخبير بده يحكي للطالب why؟ Why is studying earlier better than studying late at night؟ حكى له: Because
السبب that's when you feel most awake، لأنك لما تصحى الصبح بتكون إيش؟ صاحي تماما. You feel most awake، أنت شبعان نوم. طبعا بدك تكون نايم بكير، مش نايم لي بآخر الليل وتصحى الساعة 4. إنه اللي بيصحى early in the morning you feel most awake، تشعر حالك إنك إيش؟ مصحصح awake. والسبب الثاني and your memory is at its best، والذاكرة في أفضل حالتها. لما تصحى الصبح الذاكرة عندك فاضي فاضي، ما في أحداث اليوم ولا مشاكل اليوم، وبالتالي المعلومة اللي بتدرسها الصبح بتخزنها على السريع زي الاسفنجي، اسفنجي فاضي وبالتالي على السريع بتلقط المية. إذا your memory is at its best، الذاكرة بتكون في أفضل حالاتها في وقت متأخر بالليل ولا في الصحيان بكير؟ لا في الصحيان بكير. إذا حكي له بلش بكير الصبح وأعطاه سببين، السبب الأول it's when you feel most awake، والسبب الثاني ليش الدراسة بكير أحسن it's when your memory is at its best. I'd also recommend، وأيضا أوصي، هذا الخبير التربوي بيحكي recommend يعني زي I advise يعني بنصح، أوصي بنصحك. وشوفوا هالمعلومة الغريبة studying for 30 minute periods، لما تدرس ادرس بس 30 دقيقة، 30 دقيقة نص ساعة بس، ادرس نص ساعة وخذ بريك 10 دقائق، ادرس نص ساعة وخذ بريك 10 دقائق. I recommend studying for 30 minute periods، ادرس بفترات 30 دقيقة. مسكت الرياضيات تدرس 30 دقيقة وبتزت الكتاب وبترتاح 10 دقائق بعيدا عن الكتب. حلوة والله الطريقة. Studying for 30 minute periods and then taking a break، بعدها بتاخذ بريك، مش تدرس نص ساعة وتروح ترتاح ساعة، لا لا 10 دقائق يعني البريك راح تيجي في مكان ثاني. إذا هاي نصيحة الخبير إنه الدراسة 30 دقيقة بعدها استراحة تاخذ بريك. It's been approved، بدي احكي له ليش، ليش بضلني اخذ استراحات 30 دقيقة وارتاح 10 دقائق، ادرس نص ساعة ارتاح 10 دقائق. It's been approved that، ها يعني ثبت بأن ال concentration، تركيز الإنسان concentration starts to decrease، يبدأ بالتناقص، decrease عكس increase، increase بيزيد و decrease بينزل. إذن التركيز بينزل بعد نص ساعة بعد 30 دقيقة. إذن هو نصح الطالب إنه يدرس 30 دقيقة ثم يرتاح، لأنه إذا زاد على النص ساعة تركيزه بينزل. إذن لماذا ينصح التربوي هون بأخذ بريكس استراحات بعد دراسة فترات كل فترة بنص ساعة؟ تركيز الإنسان بينزل بعد نص ساعة، so frequent breaks، ولهذا فإن الاستراحات المتكررة نص ساعة 10 دقائق، نص ساعة استراحة 10 دقائق، نص ساعة دراسة 10 دقائق استراحة، هاي الاستراحة الفريكوينت بريكس، الاستراحات المتكررة لها فائدتين. ما فوائد الفريكوينت بريكس؟ It will help the brain to recover، تساعد الدماغ عندك في أن يتشافى، مشان ما ينزل التركيز فالدماغ بيكون ما شاء الله ممتاز، وبالتالي بيساعده إنه يسترد وعيه and concentration to return، ويعود التركيز. وبعد النص ساعة التركيز بينزل، لما ترتاح 10 دقائق ال concentration التركيز تبعك بيعود إليك ثانية. إذا هاي الفقرة. السؤال مين أحسن الدراسة، الصبح بكير ولا متأخر في الليل؟ لا بكير. ليش؟ بتكون أنت مصحصح أويك والذاكرة بأفضل حالاتها. ثم النصيحة ادرس 30 دقيقة ثم خذ ارتاح 10 دقائق، لأنه تركيز الإنسان بينزل. مشان هيك حكي الفوائد إنه يساعد الدماغ على التعافي والتركيز أن يعود للطالب. طيب السؤال اللي بعدي شو بيحكي له؟ Could you explain what you mean by frequent breaks؟ ممكن تفسر لي تشرح لي شو قصدك بالفريكوينت بريكس؟ شكل الطالب التخم، ما أصلا بعده مش دارس،
ماذا تقصد بالاستراحات المتكررة؟ شو يعني استراحات؟ شو أعمل يعني؟ أدرس نص ساعة وارتاح 10 دقائق. شو قصدك في البريك؟ تعريف البريك من قبل التربوي بحكي له by a break I mean أعني بالاستراحة any change of activity from studying. اعمل أي إشي بعيدا عن الدراسة. لما تأخذ بريك 10 دقائق سكر هالكتب، شوف كيف، واعمل أي نشاط، اعمل أي شيء بدك إياه بس ابعد عن الكتب. عينك ما تشوف الكتب، دماغك ما يلقط الكتاب. إذا تعريف البريك هو تغيير النشاط، تغيير النشاط from studying عن الدراسة، ابعد عن الدراسة، ابعد عن الدراسة لمدة 10 دقائق واعمل اللي بدك إياه. راح يعطيني 3 أمثلة ما هي الأكتيفيتيز اللي أنا بعملها بالبريك. It could be، ها هاي الأكتيفيتي، It could be something as، هاي الأكتيفيتي ممكن تكون ما يلي. أول مثال just getting up from your desk، فز عن المقعد اللي بتدرس فيه. أنت قاعد بتدرس على طاولة، بيكون أمامك كتب، أمامك أدوات الدراسة، خلاص get up، get up. انهض عن المقعد، هاي تعتبر إيش؟ استراحة. المهم ما شوفش الكتاب. 2 listening to some music، روح اسمع موسيقى 10 دقائق. 10 دقائق listening to some music، مع انه في طلاب بيدرسوا هم بيسمعوا موسيقى، دراسة مع موسيقى يعني ولا مصيبة. لازم يحكي ايش؟ ابعد عن الدراسة، اسمع موسيقى، فز من المقعد. 3 or walking away around، اقعد اتمشى، تمشى حوالين الدار ولا جوات الدار for 10 minutes، لعشر دقائق، لأنه البريك 10 دقائق. إذا هون عرف البريك اللي هو إيش؟ اعمل أي نشاط بعيدا عن الدراسة. أعطى 3 أمثلة على البريك، على النشاطات، شو أعمل في البريك؟ فز من المقعد، اسمع لك شوية موسيقى، or walking around، اتجول، اعمل لك جولة على السطح حوالين الدار for 10 minutes. السؤال اللي قبل الأخير، could you tell me، ممكن تحكي لي يا خبير، how much exercise I need، يعني قديش تمرين أنا بحاجة أعمله، exercising، exercising، لأنه دائما الرياضة والتمارين هاي البدنية الخفيفة بتساعدك على الدراسة، جسمك بيكون مستعد للدراسة، الدورة الدموية ما شاء الله بتكون ممتازة. فالآن بيسأل عن الاكسرسايزنج، عن النشاط البدني، الفيزيكال اكتيفيتيز وانت بتدرس. اي والله كويس، هيك معناته مستمتعين ما شاء الله، تدرس نص ساعة ترتاح 10 دقائق، تعمل لك شوية اكسرسايز. يا شو بحكي الخبير عن الاكسرسايزنج او الفيزيكال اكتيفيتي؟ فيزيكال اكتيفيتي از فيري امبورتنت، النشاط البدني اللي هي الاكسرسايز نفسها يعني مهم جدا، اوف كورس especially، وخاصة when you are studying، وانت بتدرس، وانت بتدرس اعمل لك شوية تمرين. ليش؟ نشوف فوائد الاكسرسايز او الفيزيكال اكتيفيتي. exercise will make a huge difference to the way you feel، لما تعمل تمرين رياضي you او التمرين will make a difference، make a difference، مر علينا هذا المصطلح، يحدث فرقا يعني change، يعني التمرين سوف يغير the way you feel، الطريقة اللي انت بتشعر بيها، يعني الفيلينجز عندك، المشاعر بتتحسن، يعني بتحسن المزاج عندك والمشاعر. هاي فائدة من فوائد الاكسرسايزنج اللي هي الفيلينج، مش الواحد يقعد يدرس وهو مالل او تعبان او في حالة ستريست او متوتر. فاللي بيلعب الرياضة بينشال التوتر من اللي عنده، وبالتالي الفيلينجز عنده بتكون ما شاء الله ممتازة، بيدرس وبيحفظ. The physical activity will increase your heart rate، فوائدها إن النشاط البدني يزيد من الهارت ريت اللي هي معدل ضربات القلب، الهارت ريت، and in turn، ولما الهارت يكون متحرك في المقابل that will increase، فإن هذا سوف يزيد من your blood circulation، الدورة الدموية، blood circulation، الدورة الدموية ما شاء الله بتكون سريعة عندك.
وما دام الدورة الدموية معناته الدم واصل للدماغ. إذا أنت مبسوط في مزاجك، نشيط في بدنك، إذا بتحفظي كويس. ليش؟ لأنه البلد سيركوليشن عندك ممتازة، الدورة الدموية. إذا هاي الفوائد تبعت الاكسرسايزنج، اللي حسنت الشعور اللي عندك، الفيلينج، البلد سيركوليشن ممتازة. أيضا فائدة من فوائد الفيزيكال اكتيفيتي، it also sends more oxygen. التمرين بيرسل الأكسجين إلى الدماغ، to the brain، يعني يصل الأكسجين إلى الدماغ. إذا الأكسجين وصل إلى الدماغ معناته أنت إيش؟ ابشر بحفظ سريع وحفظ عميق. إذا التمرين sends more oxygen to the brain، وبالتالي which makes you revise. وبهي الطريقة ما دام الأكسجين في الدماغ it makes you revise very well، بتصير مراجعتك more efficiently، يعني بشكل فاعل ممتاز، يعني very well طريقة المراجعة. إذا هون كان عن الاكسرسايزنج، حكى له الاكسرسايزنج مهم وبتحسن من شعوره، والبلاد سيركوليشن الدورة الدموية سريعة، ويصل الأكسجين إلى الدماغ، وبالتالي بتدرس كويس. آخر سؤال للطالب، Do you mind giving me some advice? Do you mind؟ هل تمانع إعطائي بعض النصائح؟ About diet، about diet، about the kind of food، نوع الأكل اللي أكله، الحمية، الغذاء يعني، the kind of food، food اللي ينصح الطالب يأكله أثناء الدراسة. يعني ما تقوليش شيبس وشوكولاتة ولا دخان وقهوة، لا لا مش زي هيك. Do you mind giving me some advice about diet? What is the kind of food يعني you advise me to eat while I'm studying؟ نشوف الخبير شو بيحكي. راح يحكي له منسف؟ لا مش راح يحكي له منسف، لو أنا الخبير بحكي له منسف. المهم شو بيحكي الخبير؟ النيوتريشن، التغذية، التغذية اللي بتعمل الجود هيلث، النيوتريشن، التغذية is very important، التغذية مهمة جدا. أنا والله لو يحكي لي واحد هاي الجملة لأقول له لا معقول، التغذية مهمة جدا أكيد. الآن شو هي التغذية اللي بينصح بيها؟ You should try to eat، ما في شيبس وشوكولاتة، as much fresh fruit and vegetables. إيش حكى له يأكل؟ fresh fruit، فاكهة وخضار، fresh as much as you can، يعني قديش بتقدر تأكل فاكهة وخضار، كل هاي المواد اللي إيش بتفيد، هاي الألياف مش الأكل الثاني يعني. إذا هنا الدايت شو حكى له؟ fresh fruit and vegetables. اثنين، لازم تشرب مية، لازم تشرب مية، يعني أكل الخضرة والفاكهة زائد المية بينعشك. It's essential يعني it's important، أساسي، ضروري، ضروري أيها الطالب not to become dehydrated، ألا تنشف. dehydrated، dehydration، جفاف، فقدان الجسم للسوائل بنسميها dehydration. فشو بيحكي هنا النصيحة؟ ضروري يا طالب إنك ما تنشف، اوعك تضلك عطشان. ليش؟ شو أعمل؟ شو أعمل منشان ما أنشف؟ شوفوا ما أحلى الجواب، ماذا أصنع؟ In order not to become dehydrated، شو أعمل؟ So that I won't become dehydrated، شو أعمل منشان ما أنشف؟ الجواب So drink lots of water، ما شاء الله. إذن الجواب اشرب مياه كثيرة. إذا لماذا ينصحنا بأن نشرب مياه؟ Why يعني the expert here is advising the student to drink lots of water. Why؟ مشان ما ينشف. إذا اشرب مية مشان ما تنشف. وهون كل خضرة وفاكهة، وبالتالي هاي نصائح تساعد الطالب ليقوم بعملية المراجعة بشكل ممتاز وفعال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.